يا رضا، فينك يا راجل؟ وحشتني والله. وانت كمان وحشتني يا باشا. لا كده تقلقني عليك، يعني ما اشوفكش يومين ثلاثه، يعني شويه مشاغل كده يا باشا. مشاغل ايه دي يا راجل اللي تشغلك عن حبايبك؟ ده احنا بقينا اهل خلاص يا رضا. ده لسه الصول محمد بيقول لي هو رضا مش ناوي يجي يا باشا ولا ايه؟ حبيبي الصول محمد، انا عندي اقتراح. ايه رايك تعمل لنا كليب صغير كده في باكوره مصايبك عشان لما توحشنا نتفرج عليه؟ مش للدرجات يا باشا، ما تكبرش الموضوع. لا ازاي، ده انا بقيت اشوفك اكتر من عيالي يا رضا. يعني هو بمزاج يا باشا؟ امال بمزاج مين يا رضا؟ انا عايز اعرف هو بمزاج مين. كنت بتعمل ايه في بيت اللواء شامل حضرتك؟ قبل ما تتكلم، انت عارف مين اللواء شامل يا رضا؟ اللواء شامل ده يبقى القائد بتاعي، خدني من ايدي كده من اول ما اتخرجت لحد ما بقيت ضابط كبير زي ما انت شايفني كده. كنت بتنيل ايه في بيت اللواء شامل يا رضا؟ يا باشا انا كنت رايح عشان اطمن على مراتي، اصل هي يعني كانت تعبانه شويه، وبعدين ما حضرتك عارفها يعني مش غريبه عليك، وهي شغاله عند الهانم بقالها شويه. مظبوط يا باشا، هي بتشتغل عند الهانم بقالها كام يوم يعني؟ مظبوط يا باشا. انا مش قايل لك يا عاوز اي حد يجي يشتغل عند اللواء شامل تجيب لي صوره بطاقته عشان اتحرى عنه؟ وانا لحقت يا باشا، لما كملتش اسبوع. وبعدين يعني انا ما بصدق الاقي حد يوافق انه يشتغل عند الهانم. بس سيادتك خابر عاوز ايه؟ اخرس خالص. واللي عايز يشوف مراته اسرتها يتسحب في نصاص الليالي يا باشا. انا يا باشا انت عارف يا باشا طبعا الهانم صعب جدا، وعمرها ما كانت هتوافق ان رضا يجي يزورني اي وقت، لا الصبح ولا بالليل. يوم متسحب زي الحراميه في دي يا باشا. انت عندك حق، ووعد مني مش هتتكرر تاني، لا الصبح ولا بالليل، والمصحف هتتكرر تاني. مصدقك. عارفه ليه؟ هما لسه ما غيروش لحضرتك الكرسي؟ اقسم بالله يا رضا، لو مرات اللي هو شامل جابت سيرتك، بس سيرتك، ما هخليك تشوف الشارع تاني. وهي سهلة، انت اصلا كل يومين عندي. خلاص يا باشا مش هتتكرر تاني والله. يلا توكلوا على الله. متشكرين يا باشا. يلا يا رضا. شكرا يا باشا، كتر خير. سلام اشرف بيه. سلام اشرف بيه. يوكتك ايه يا عاطف؟ ده انا ما ضحكتش كده بقالي كتير. والله يا ماما انا مستعد اقلب لك اراجوز، بس شوف الضحك دي على وشك طول النهار. يخليك ليا يا حبيبي. طيب هقوم ادخل انا بقى، يا دوب اصلي عقبال ما تخلصوا اكل عشان ننام، لحسن تعبنا قوي من الصبح. اكليه وتعالي بسرعه، انا مستنياكي، مش هنام من غير ما تيجي. حاضر يا ماما. تصبحي على خير يا ماما. وانت من اهله يا حبيبي. بقول لك يا نسمه، هو ابي رضا بيجي الساعه كام؟ ملوش مواعيد وساعات بيتاخر. طب وده كلام؟ نعم. وانت مالك انت؟ مالي ازاي لما يرجع كل يوم يتاخر ناس تتكلم علينا؟ هو انت بتسال عشان كده؟ طبعا. مش اخويا ولازم اطمن عليه وبعرف اخباره اول باول؟ لا يا حبيبي اطمن. اولا ده راجل يعمل اللي هو عايزه، ثانيا الحته كلها عارفه مواعيد شغله، ثالثا خلص اكلي بقى عشان انا عايزه اقوم انام. حاضر. عارفه يا نسمه، جو العيلة الدافي الجميل ده أنا عشت عمري كله محروم منه. أنا أول مرة أصلا أبات وسط عيلة. ومش هتبقى آخر مرة يا حبيبي. دي نعمة كبيرة جدا محدش بيقدرها خالص غير اللي راحت منه. عارفة أحلى حاجة في الدنيا؟ فكرة بقى إن يبقى عندك عيلة تطمن عليكي وتطمني عليها. الله يرحمك يا بابا. جرى إيه يا عاطف؟ في إيه؟ أنت هتقلبها نكد؟ لا ده أنت شكلك نكدي بقى. أنا؟ لا خالص. ده أنا حتى فرفوش ابن نكتة. شوفنيش وانا قاعد مع ماما حليمه، ده انا موتها من الضحك. طب وانا يا عاطف؟ انا انتي ده انتي الحب كله يا منوس. بمناسبه الحب ده انا عايزك في كلمتين. قول. مشوار عمك بتاع بكره انسى يا عاطف. انسى ليه بس يا منوس؟ تعالي هنا. الله كده تسقطي في اول اختبار لحبنا. احنا مش اتكلمنا في الموضوع ده قبل كده وانا فهمتك؟ وانا سمعتك وسكت، لكن واضح ان انت مش عاوزه تشوفي. اشوف ايه؟ طب انا حتى لو طوعتك وجيت معاك انا مش بتاعه شعر اساسا. اولا انا معلمك، شفت كذا مره تعملي الزبونه وكنت هايله. ثانيا انا هبقى واقف جنبك، يعني ما تخافيش، حكايه هتعدي هوا. لا يا عاطف، طب افرض عمي شافني. يوه يا ادي عمك، عمك ده بقاله سنين ما شافكيش، يعني لو شافك مش هيفتكرك، ده لو شافك اصلا. طب لو ابي رضا عرف ولا ماما؟ وهيعرفوا منين؟ انا وانت هنروح كده في الخباثه نضرب المصلحه وناخد القرشين ونهبق. لا يا عاطف مش هينفع كده برضو يا منوس. امال فين بقى الحب والتضحيه وكفاحنا المشترك؟ والله الحب موجود بس ما تكمليش عشان خاطري عندك. لو ليا خاطر ما تقوليش لا.
متشكرة قوي يا حضرة الظابط. لا خلاص هما قدامي اهو. اوكي مع السلامة. انت ما قلتليش ليه انك متجوزة؟ ما جاتش فرصة يا مدام. وبعدين بصراحة كده يعني اصل حضرتك تقدري تقولي علينا متجوزين وفي نفس الوقت تقدري تقولي برضو اننا مش متجوزين. يعني ايه متجوزين ولا مش متجوزين؟ هو سؤال محير فعلا حضرتك عندك حق يعني، بس يعني دي الحقيقة. اصل احنا مكتوب كتابنا بقالنا 7 سنين بس لسه ما دخلناش. وما دخلتوش ليه؟ انت تعبان ولا حاجة؟ لا تعبان ايه؟ الله يلعن ابو الظروف اللي بتجيب الكلام للواحد. لا انا زي الفل والله، انا زي الفل ومية مية، بس يعني هعمل ايه؟ 7 سنين يا فندم والله قلبت الدنيا كلها عشان الاقي حتة شقة نخش فيها. مش عارف، مفيش مسابقة ولا قرعة ولا اي حاجة من دي الا لما اشتركت فيها ومفيش فايدة. وزي ما حضرتك شايفة احنا متجوزين بس على الورق بس، يعني شفوي. وبعدين يا ست هانم رضا معدي عليا ومسلم وجايين انه طالع لحضرتك، يعني لو كان عايز يعمل حاجه كده ولا كده لمؤاخذه يعني كان هيخليني اشوفه. وانت سبته يطلع كده عادي؟ لا ما ليش عرفني ان حضرتك نمتي بس. عموما لما تعوز تشوف مراتك تشوفها بالنهار زي البني ادمين. تحت امرك يا فندم. وكمان لازم تحدد ميعاد سابق قبليها. سيادتك لو في كارته ندفعها على باب العماره انا ما عنديش مانع. ايه؟ صباح الخير يا دكتور. قالوا لي ان حضرتك عايزني خير في حاجه. تعال يا فرمان عايزك. انا لسه راجع من مكتب الشؤون القانونيه دلوقتي. اول ما جيت الصبحيه رحت لهم عشان عاوز اعرف ايه اللي حصل في موضوع رضا الزفتي ده. خير يا دكتور؟ رفض مش كده؟ لا حافظوا التحقيق وهيرجع تاني الشغل. يرجع فين يا بيه؟ لا انا معايا تقرير الطبيعة على النيابه واخربها على دماغهم. اقعد بس اقعد مش عاوز دوشه. انا هو انا لسه عملت دوشه يا ابني؟ قلت لك اقعد اقعد. الله ماشي ماشي. الموضوع مش بالبساطه اللي انت شايفها كده في رمضان. يعني ايه يا دكتور؟ كلام المحقق ده ما عجبنيش، شكله كده كان قالب عليك بشكل غير طبيعي. طب وساعتك ما اتكلمتش معاه ليه وعرفت القصه؟ ما هو ده اللي قلقني اكتر. حاولت ان انا افهم منه بس ما رضيش يقول. حاسس كده ان هو شايف حاجه ومش عاوز يتكلم فيها. انت كده هتقلقني اكتر يا دكتور. شوف فرماوي، كل اللي طالبه منك الايام اللي جايه دي ان انت تهمت حبتين، تسكت، ما تعملش اي حاجه. فاهم ولا ما انتش فاهم؟ طب والواد اللي اسمه رضا؟ يا اخي مالكش دخل بالاسم رضا ده، ما تحتكش بيه خالص. افهم بقى. يعني ايه يا دكتور؟ يعني سيبها تعدي بالسهل كده والواد ده يبقى علم عليا قدام المستشفى كلها؟ وبعدين بقى معاك في لعب العيال ده؟ قلت لك اهمت شويه لحد ما نعرف ايه الحكايه بالظبط، بعد كده اعمل اللي انت عايز تعمله. انما دلوقتي تعمل اللي انا بقول لك عليه بالحرف الواحد، فاهم؟ فاهم يا دكتور، فاهم. يا حبيبتي ما تشغليش دماغك انت، انا عايزاكي تكوني ريلاكس. مامي الفرح قرب وما فيش اي حاجه حصلت، ما فيش ترابيزات، الكاندلز، الستيج، الليزر سيستم. انا مش فاهمه هو انكل فاضل بيعمل ايه؟ هيجوا بكره يا حبيبتي، انا كلمته وقال انه جايين من سويسرا. طب واتفقتوا مع عمرو دياب بقى ولا لسه؟ فرحات خلص كل حاجه وجاي يطمني. تمام. اي هتبوظيلي شعري، ما تركزي شويه، مش كفايه مستحمله ريحتك دي من الصبح؟ انا اسفه هنا. اسفه ايه؟ جايبين لي حماره تعملي شعري؟ مامي هو محمد بيجرب فينا ولا ايه؟ انت يا بنت ما تشوفي شغلك كويس. انا والله ما عملت لها حاجه يا مدام. يا سلام، يعني هي بتتبلى عليكي ولا ايه؟ معلش يا هانم احنا اسفين، حصل خير. لا بقى ما حصلش خير، وانا هكلم محمد عشان يرفدها. شبه يجيب اشكال تنين. معلش يا دام شرويت، الاسم دي بنت كويسه وبنت ناس. بنت ناس دي؟ لو بنت ناس اهلها هيسيبوها كده؟ انت بتدافع عنها يا عاطف ولا ايه؟ على فكره بقى مدام شرويت نسمه تبقى عاطف. خلاص انا همشي. تمشي فين؟ استني عندك. نسمه تبقى بنت اخو الباشا. باشا مين؟ فاضل باشا جوز حضرتك. انت اخو فاضل؟ ايوه هنا. انت جاي تعملي ايه هنا ان شاء الله؟ احنا جايين عشان نسترزق وناكل عيش. اسكت انت خالص. اسمعي يا بنت انت، انا عارفه الحركات دي كويس قوي. انت جاي هنا تتسحبي وتتنحنحي عشان تشوفي بدر وتعيطي له. انا والله العظيم ما كنت عايزه اجي هنا اصلا. انا مش قلت لك ما تجيش؟ اسمعي يا ولد انت، تاخد البنت دي وتغوره من هنا حالا. وحسك عينك فاضل باشا يشوفكم. وانت قسما عظما لو شفت وشك في اي حته هوديكي في 60 داهيه واخلي البوليس كمان ياخدك بره بره انت وهي بره.
عرفت يا سيدي نتيجة التحقيق. يعني أنت طالب تقابلني عشان تبلغني بيها؟ لا يا فندم، أنا طالب أقابل حضرتك عشان أقول لك الحقيقة. وإيه هي بقى الحقيقة؟ الحقيقة يا فندم إن كل الكلام اللي حضرتك سمعته عني غلط. فندم أنا كنت طالب في كلية الطب، ولولا وفاة والدي كان زماني دكتور معاكم، لكن الظروف بقى هي اللي خلتني أتحمل المسؤولية بدري عشان أقدر أربي إخواتي وأخليهم زي ما أبويا كان بيحلم. الحمد لله ربنا ميسرها لي، لأن عمري ما عملت حاجة غلط ولا بهلب زي اللي بيهلبوا، والدكتور شريف اللي كان مدير قبل حضرتك عارف الكلام ده كويس. ولو كانت ظروف الصحية تسمح أنا كنت خليته قال لحضرتك الكلام ده بنفسه. قول لي يا رضا، أنت عارف هما مسكوا المستشفى دي ليه؟ لا يا فندم الحقيقة ما أعرفش. أنا أقول لك، هما مسكوا المستشفى دي مش عشان أنا دكتور شاطر، لأن في دكاترة كتير أوي شاطرين. أنا مسكوا المستشفى دي عشان خبرتي في الإدارة، لأن مسكت كذا مستشفى قبل كده وخليتهم في فترة وجيزة جدا من أفضل المستشفيات في مصر. عاوز تعرف إيه السبب؟ إيه يا فندم؟ إني ما باكلش من الكلام. أسهل حاجة في الدنيا الكلام، إن الواحد يقدر يرسم لنفس الصورة اللي هو عايزها طالما المسألة كلام في كلام. أيوة يا فندم، بس الحقيقة ما تتعبش نفسك معايا، أنا أقدر أعرف الحقيقة كويس قوي. أنا مش هاخد بنتيجة التحقيق، هفضل حطك تحت الميكروسكوب لحد ما أتأكد بنفسي من العكس. اتفضل روح شوف شغلك. دي ست مفتريه، روح تتبلى علينا يا ميشو. بس مش ميشو، اسمي مستر محمد. بعدين انت تخلص خالص، انت السبب في الموقف الزباله اللي كلنا فيه دلوقتي. والله العظيم يا مستر انا رحت، انا عايز اعرف انت ايه اللي وداك هناك من قصر؟ انت مش قلت انا مش رايحه وعندي ظروف؟ انا اضطريت ان انا اروح لما عاطف اتكسر. ده مش عذر، عاطف اتنين اتكسر تبلغوني وانا اتصرف، انما تتصرفوا من دماغكم بالشكل ده، ده يبقى تهريج. بعدين من امتى وانت ليكي في الشعر؟ رايحين تجربوا في عام زبونه عندي. الحكايه بسيطه وليس ما تعملهاش اليوم. لا يا عاطف الحكايه مش بسيطه، دي غلطه وغلطه كبيره. يلا يلا يا نسمه، مش عايز اشوف وشك تاني. يلا نسمه بس كده يبقى ظلم وحرام يا ميشو. برضه ميشو؟ طب لو اتكلمت تاني هتحصلها انت كمان، فاهم ولا لا؟